السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده. نشكركم، ضروري خصني نشكركم على اللي خديكم. الله يحفظكم، شكرا على اللايك، شكرا على التعاليق الزوينه، شكرا على المشاهده، شكرا على كل شيء. البنات الله يحفظكم يا ربي. اليوم ان شاء الله اللي كتفكر تشري بلانشا وكتخمم تشري بلانشا، كاينه واحد البروموسيون زوينه في واحد البلانشا اللي انا فايته مجرباها، وماركه زوينه بزاف، غتشوفوها معايا ان شاء الله في هذا الفيديو. والبنات اللي كيسولوا على المسمن، علاش كيجيو مقاصح، علاش كيغسل لهم، غنعطيكم واحد المكون كنزيدو للمسمن كيجيبوه فن ورطب وزوين. شوفوا معايا الفيديو الاخير وفرجه ممتعه. غنشارك معكم العجينه ديال المسمن، حيت بزاف الاخوات اخر مسمن كتهدرت في دار اختي وكان عجبكم، وبزاف كيقول لي ديري معنا بالتفصيل، مع انني حاطه بالتفصيل بزاف الخطوات. غنشارك معكم غير واحد المكون كنديرو في المسمن. انا ما عنديش الحليب دابا يا سائل، عندي حليب غبره، غندير جوج معالق ولا ثلاثه، جيبي جيني جوج. هذا الحليب كيعطي المسمن واحد الرطوبيه فنه، وكيجي المسمن بنين وكيجي زوين، كيبقى المسمن عندك مده وكيبقى رطب وزوين. زيني واحد اخر، درت هنا معلقه ديال العسل، ما قدرتش السكر، درت العسل. العسل اللي كان عندي هو التقاده، فاش قلت لكم انا راه شريت عسل اخر، كان عندي هذا العربيه هو فن. هذا معلقه ديال العسل وثلاث معالق تاع نيدو اولا كاس الحليب ديال نيدو، ثلاث معالق ديال نيدو اولا كاس الحليب ديال الزنقه. وغندير مليحه وغادي ندير خماره. انا ما كنديرش خماره في التوريق، كنديرها في الاول، وهذاك ديال ضرب وعزه ما فيهش خماره، باش تعرفوا المسمن يعني واخا تكون الخماره ولا ما تكونش، الا كان زوين راه كيصدق، راه كيصدق فن واخا ما تكونش خماره. دابا انا حيت كاينه انا درتها، غادي نعجنوا في العجانه بميها بارده من الثلاجه، بميها بارده من الروبيلي، ونديروه في بلاستيكه وندهنوا بالزويته ونخليه يرتاح، واخا ما يتعجنش مزيان خليه يرتاح. وعاد في العشيه نشارك معكم البلانشه اللي قلت لكم، ونوريكم منين خديتها، والبروموسيون حاليا بثمن اللي زوين بزاف. البنات اللي باغيين يشريو بلانشه وسولوني بزاف في اخر فيديو لضرب وعزه، راه رجعوا للتعاليق بزاف كيسولوني على البلانشه. هاد البلانشه فنه كانت عندي، ولكن هادي راه سيراميك احسن من اللي كانت عندي. نعجن ونرجع معكم. صافي غنبدا نسمن البنات، دهنت هنايا غير بزويته للبنيات الصغار اللي عجبهم المسمن داك النهار وما كيصدقش ليهم. انا راه هادو درتهم شويه صغيورين، كنت غنديرهم صغار هكا، ولا نقول لا براك كاين اللي يحشم يهز وحيده ويبغى يرجع الثانيه يقول لا بحال نويله. انت ما كنهضروش عليك انت اختي، نهزو من الدفا حاجه، عارف الوحده ما كافياش، كنقول ثلاثه اربعه كتحطهم حداها. شفتوا البنات الطحين ها انتم، راه ما عجنتوش مزيان، غير هو خليته يرتاح ودرت فيه خماره. دابا ما غاديش ندير خمار ما والو، غادي ندير غير الطحين باش نفرق. كيجي داك المسمن هكا ملي كنكون هكا مورق وزوين، كيجي المسمن محلول وكيجي فن، كيجي لا غليظ لا والو، متشبعوش من ما كلتو. ندير شويه ديال الزبده ضيفه، شويه ديال الفينو، كنكتروش باش ما يجينيش المسمن ناشف. صافي غادي نثني، انا غنديرو عادي داك المسمن العادي ديال بكري، هذاك هو اللي غندير. نتني هذا هكا وصافي، وملي غنبغي نطيبها ما غاديش نقرصها بزاف، غنقرصها غير واحد شويه حيت هي مورقه، يعني واخا نقرصها غير شويه غتجي زوينه. اما الا كانت غليظه وربعتها وعاود قرصتها شويه راه غتجي غليظه بزاف. كما كتشوفوا انا درت جوج لاطات، يعني درت براك هنيت باش نديرو في الثلاجه وصافي. خليكم معايا ديال المسمن عرام هادشي، وعاوتاني هادشي. شوف صافي دابا هو اللي خايب في المسمن هو الخبيز. انا صراحه البلانشا ما كان مستغناش عليها، المقله ايك زوينه فنه، ولكن ما مسربياش، اللي مسربيه هي البلانشا. انا نحلها معكم دابا. كما قلت لكم البنات هاد البلانشا كانت عندي بحالها، غير كانت عندي هذه كلها كحله، هذه لا هذه سيراميك، وكنت شارياها واقيلا ب 650 ولا 700، راه غتلقاو كنت حاطاها فاش كنت في مراكش كنت شارياها، خدمت بها البنات ما نكذبش عليكم، وجبتها معايا لكازا، وجابت لي اختي بلانشا، وجات عندي سلمى، سلمى البساطة مع سلمى، قالت لي بغيت نشريها، قلت لها هي عندي وحده غير حطاها، قلت لها خديها، وعطيتها لها، وراه باقا خدامه بها الان سلمى. صراحة زوينين فنين. انا نحل هادي، هذا هو لومبالاج اللي كتجي فيه، كتجي على هذا الشكل. المهم انا غنحل معاكم هادي، غير السيمانه وغترجع الثمن ديالها، هاد الثمن غادي يبقى صالح لسيمانه وغترجع الثمن ديالها، ولكن بالمقارنه مع لي غون سيرفاس هما ناقصين بزاف.
وفيها الكارونتي ديال عامين. الثمن ديالها هي البنات 589 درهم والكارونتي عامين. انا نخليكم الواتساب ديال السيد، التعامل تاعو فن، كيجيبوها لكم حتى للدار، ونخليكم كاع المعلومات ديال هاد البلانشه من اللي بغي ياخذها والثمن وفين يتواصل مع السيد. كما قلت لكم سيمانه وغترجع للثمن ديالها، وعاود نقول لكم واخا ترجع للثمن ديالها ماشي بحال ديال لي غون سيرفاس، ناقص بزاف. هاي انا كانت عندي هنا كلها كحله، كانت عاديه بحال هاد الكحله اللي عندي انا، بحال هاد البلانشه اللي عندي انا دابا كلها كحله بحال شكل طيفان، ما كانش هكا منقطع. هادي لا، هادي سيراميك، كتجي غير كيجي حتى واحد المجير هنا سادينه باللصقه. هاهو هنا على قبل لي دام البنات هكا كنا غادي نشوفو صوصيص ولا ولا كفته ولا قطيبات ولا كيهبط داك لي دام هنايا. هادي هي لا مارك ديالهم. انا راه عندي الاغلبيه ديال المواعني داكشي ديال الدور، الاغلبيه طوريس، عندي جوج ماركات بوش. يعني دابا كنشري هاد الماركه حيت زوينه، كانت عندي في العجانه اللي كنت تبعت وكلشي كانت عندي طوريس. انا دابا غنجرب معكم الطياب ديال المسمن ديالها هي، ونشوف السخونيه واش كتحتفظ بالسخونيه كتبقى طيب ولا كتبرد بزاف، ونقول لكم اشنو كاين بكل صراحه. انا تخدمتها بديت كنحس بالسخونيه غير انا درت البريز غير دابا. المهم انا غنخبز فيها دابا قدامكم وانتم غادي تشوفوا، راه واخا شديت التليفون ما شداش ليا كامله، صافي انا درتها كامله. رشه راه ما كنرشها الزيت بزاف، غير هذا الاول صافي صافي، ما كنبقاش ندير الزيت. وكما قلت لكم راه ماشي غير المسمن، بطبوط، حريشات، ديروا عليها صوصيص، كفته، طريفات ديال اللحم، دجاج، زوينه زوينه فنه. وما تبقاوش ترشوا الزيت صافي، يعني ما تبقاوش غير كترشوا مثلا تلوحوا ترشوا في الاول، داك الشويه اللي رشيتو حبسوا صافي ونقلب. كتهز 8 صغيورين، انا غنعمرها كامله صافي. انا كملت دابا 8 ونبدا دابا نطيب. بالنسبه في الاول درتها على النمره الاخرى هي تجيني سخونه، نقصت وحده، يعني درت على 1 2 3 4 هي فيها 5. انا حيت كما قلت لكم ما غنطيبوش مزيان، يعني غنطيبو غير نص طيبه ونحيدو صافي. بارك علي صافي، غير كيبان ليا تنفخ وتحل كنحيدو. هي البنات ساليت المسمن، شوفوا شحال درت، تقريبا فايته 60 حبه ديال المسمن اللي درت. غنخليها هكا تيبرد شويه وعاد نجمعو هكا، نجمع القياس ونديرو في بلاستيكات. بالنسبه للطول ديال هاد البلانشه فيها 51 على 25، 51 سنتيم في الطول على 25 في العرض. بالنسبه للوات شحال فيها، فيها 2200 وات. انا راه نقصتها تل 3 علاش طيبت، درت في الاول 4 عاودت نقصت 3. انا في الاخرى كندير على الحد ديالها اللي هي تقريبا عندي على 6، وهذيك البلانشه الصغيره شفتو معايا بضرب وعزه كندير على 10، عاد كطيب ليا. يعني انا عطيتكم كل وحده علاش كنديرها. المهم البنات غنخليكم جميع المعلومات في صندوق الوصف اللي نتقداوها، والسيد كيفاش غتواصلوا معاه، الواتساب ديالو اللي ممكن تدخلوا عنده. بالنسبه للثمن عاود نقول لكم الثمن ديالها 589 درهم. كيجيكم معاها البنات، انا راه سردتها كنت حطيتها هنا وسردات، ها هو البوند كارونتي، هو هذا كيجيكم فيها كارونتي ديال عامين. ايوا صافي ها هو الثمن. هذه بالنسبه للبلانشه الاخرى باش شريتها، هو هذا الثمن ديالها. ها هي بقى عندي جديده، راه وريتها لكم البارح تنوريها لكم. ها هي البنات اللي باقا جديده اللي باقا ما تحلاتش، هي هذه. هي بصراحه البوند كارونتي غيكون في هذه، وانا ما حليت هذيك الاولى، كان ماشي مشكل، غادي نشفو ونعاود نرجعو هنايا. ايوا صافي هذه هي البلانشه، نتمنى نكون فدتكم شويه. بالنسبه هنا راه كاين العبارات، كاين الوات، كاين كلشي فيها، كاع المعلومات فيها. انا اللي غنقول عليها اقل حاجه غنقول عليها انها اكثر من رائعه، حيت البلانشه بصفه عامه سهلت علينا بزاف ديال الشقا يا البنات، بزاف بزاف الشقا اللي كنا المسمن كنكرهو نديرو على حساب المقله، دابا ولا عندنا ساهل. وهذه كتغنيك على الشوايه، تغنيك على المقله، تغنيك على بزاف د الحوايج. يلا المهم انا غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي غتكون فيه الحليوه اللي شفتو عندي وبغيتوها، ان شاء الله غنزلها معكم في فيديو بعد غدا، في الفيديو ديال غدا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.